معكم منصور من ريف حماة. احنا ناشئين من ريف حماة صار له سنتين وهي الثالثة. والله شوفت عينك وضع المعاني بالله، يعني المعاني بالله والله بحاجة كل شيء، يعني وضعنا سيء خاصة بهالشتوية اللي مرت علينا. مرت علينا شتوية صعبة كثير، يعني أصعب من هيك ما مر علينا. خيام مهترية، تدفئة ما فيه، ما اجانا تدفئه، يعني يلم النايل وهذا ويحطون بالصوابي. خيام شفت عينك والله تخانه اكثرها. تربينا الطريق، الطريق طين، يعني اجانا واحد رمى لنا شويه بس شوف شلون وضع الطريق. مدارس، مدرسه ما فيه، يعني حاول نريد مدرسه ما صار لنا. نقطه طبيه ما فيه، رشح تخبر انت هالشتوية شلون مرت الناس، الله يكون بعونها. والله العظيم الواحد يلا يلا بلشان بحاله تا ياخذ الولاد على الدكتور وتخبر، يعني ودها مصاري. اي والله وشوفت عينك وضعنا والله مأساوي. بالنسبة للخيام هلا كل اربع خمس عيال قاعدات بخيمة واحدة، ما عندهم حق لا واحد يشتري او يطلع او يبني خيمة لحاله، ما في. شفت عينك وطالب اريد مسجد صليبه، هذا كمان اهم. والله يجزاكم الخير. داحج وضعنا اسوء، لو طامسين بسيان والاولاد طامسين ونعاني من جلته الحطام ومن جلته تدفئه ولا خبز وذابح، ويعني كل شيء علينا ناقص علينا كثير شغلات وما هي دعت تجينا. الريد داحج الدرب شلونه، الخيان ميه طفنا، ذبحنا البرد حطب ما جابونا، ونطلب من الله ثم منهم انهم يدعمونا بشويه حطب بتغزيل هالاولاد بشين داحج داحج المي داحج داحج الخيمه شلنا كل القش وطالعنا. والله مع الظل عن والسيان ذبحنا والبرد ظافرنا من السيان داحج قد ما نغسل الحذوه ونساوي، والله كلها تكسرت متنا. الله يوفقكم دزون شيء. داحج هاي الخيمه طافت بهالشتويه اللي هي مركوكه ولا عندها ارضيه ولا شيء، والولاد نقلتهم على جيراننا وذبحهم البرد بهالسيان طامسين انا اياهم، ولا صوبه ولا تدفئه ولا حطب، وهذا صار داحج شلون قلبها كله طين. نحن نازحين من ريف حماة الشرقي صرنا شي سنتين، عنا 38 خيمة شي 49 عيلة ساكنين. السنة الشتوية غاسية، الأمطار غزيرة، الخيمة أغلبيتها طافت وتضررت أغلبية العالم، أغلبيتها هلا ما عندها مسكن تسكن فيه، ومخيمنا بحاجة مدرسة بحاجة مسجد، ونطالب المنظمات أنه تجي على هالمخيمات وتشوف أوضاع الناس وتشوف وضعنا. وضعنا مساوي هون بالمخيمات، النقطة الطبية ما عندنا، التدفئة السنة الشتوية غاسية وأغلبية الخيم طافت، ما حدا جاب لنا تدفئة، منظمات ما عم تجينا، ويعني إذا مرض عندنا واحد بدنا نضطر ناخذه لمنطقة بعيدة لحتى نلاقي مشفى لحتى نوصله، وإذا ولاده نفس الشيء كمان بدنا نضطر نروح لمنطقة بعيدة إذا كان الطريق سالك، وأغلبية الأحيان ما يكون عندنا طريق سالك، نضطر المرضى المريض بده يروح مشي، وبدنا نضل لابسين جزامي ورايحين جايين بالوحل. Okay.